يقول يا شيخ هل بر الوالدين من أسباب الثبات؟ لا شك، لا شك أن بر الوالدين أعظم العبادات، لا سيما للشباب. أنت الآن لو صبرت أحوال الناس، لو وجدت الذي عنده سعة بالرزق وراحة وطمأنينة وتقدم وفي دراسته أو في عمله أو في أحواله، انظر إلى بره لوالديه. نعم أيها الشاب، الله الله ببر الوالدين، الله الله ببرك بوالديك، احرص على برك بوالديك بقدر الإمكان. نعم قبل رؤوسهما، استأذنهما ولو بشيء بسيط. أعجبنا من شخص الآن يقال له رجل أعمال كما يقال له، مثل ما تكون نصف بريدة له، لكن سبحان الله والله ما أحرك شيئا يسيرا ولا ما يسمى مثلا شيئا يسيرا إلا واستأذن الوالد. وحتى لو بغيت أسافر أتاجر في جدة أتصل على ترى غدا أسافر، وش رأيك يا ولد؟ أنا مسافر مخطط وكلش، لكن لأجل إيش؟ الله يوفقك يا والدي، الله يصلح، الله يسر أمرك. وحتى الأب يقول والله ما شفت مثل أبن هذا الإبن، عجيب الأمر، كبر وكبر كله، تزوج وأجا أولاد وصار أصبح جد، لكن ما يزال البر موجود. ولهذا حيوة بن شريح كان يجلس في المسجد وعنده مجموعة من العلماء وطلبة العلم، تدخل عليه أمه من عند الشاه تقول يا حيوة قم ضع للدجاج شعير، يقول فشلتين وذا وقته أنا أستحي، أنا غني، أنا أقرأ قرآن، أنا أحدث. لا يقوم كثير من الشباب تجدوا لأذاك أنت فشلتين عند صديقي، أنت والله أنا أستحي، أنا كل يوم أنتم مضيقين علي، الناس مستنسين وأنا لا، الناس منبسطين، ما تخلونا نطنش ولا تخلونا، أنتم مسكين وهكذا. تجد الشيطان لا يا أخي، خذ بر الوالدين في خمسة أمور، آية البر في خمسة أمور، اسمعها جيدا في قول الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، لا تقل لهما أف، هذا قول إيش؟ قول باللسان. إذا كانت كلمة أف المكونة من حرفين أف عقوق، فما بالك بما هو أعلى. لما ارتفع عون بن عبد الله نادته أمه فارتفع صوته على صوتها فأعتقنا فاتصدق بنقتين، لأن صوته ارتفع على صوت الوالدة. فلا تقل لهما أف، ما بالك بلا، ما بالك مبلغ أو ليس الآن، ما بالك ضرب الأبواب، ما بالك ربما صل اللعن والشتم عياذا بالله. فلا تقل لهما أف إيش؟ ولا تنهرهما، الآن هذا قول سيء ولا لا؟ ولا تنهرهما قول سيء، يعني أيضا لا ترفع يديك أو بعض، يعني بعض لا تنهرهما. بعض الناس لا جالس عند والديه مثل القط ينظر للحم، مكبس مكبس، يعني حتى الأولاد يمكن تخشى على نفسها. ليش؟ وبعض الناس أسنانه عند والديه في العورة ما يطلع عند الوالدين، ما يمكن، لكن لصنع أصدقاء وزملاء ما شاء الله، فكر بالأرض وفكر بالسماء من الضحك والوناسة. ليش؟ لأن الواحد ينبسط عند والديه. ولا تنهرهما وقل لهما إيه؟ الآن نهانا عن القول السيء والفعل السيء، قول باللسان وعمل بالأركان. أمرنا بالقول الحسن والفعل الحسن، ولهذا قال وقل لهما قولا كريما إن شاء الله بإذن الله، لبيك لبيك بإذن الله، ما يجي الوقت الفلاني إلا إن شاء الله نصلحن هذا الشيء. يا أخي لا قلت لبيك أبشر يا أمي إن شاء الله، وش الحال؟ الحال الله يوفقك يا وليدي، الله يسخر لك، الله يزوجك، الله ينجحك، الله كذا ولا لا؟ أكلت لا قلت لا مو بالحين ليش؟ ولا تنهر ما قل لهما قولا كريما لطيف لين، يعني قل والله لو تعاملنا مع أولاد مع آبائنا مثل ما نتعامل مع أصدقائنا وزملائنا والله لكنا من البراءة. الإنسان مع زميله ما يمكن يخدش مشاعره،
ولا يمكن يعطيك نظرة حارة ولا كلمة قاسية، لا، يراعيه وينامل حاله وخاطره. لو نظرنا والله لكنا من البررة بوالدينا. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تجلس ومد رجليك عليهم تقول العكس، ولا تجلس وبعض الناس يعني حد والديه يعطيهم شطرة هذا لا ايش بإذن الله كذا، لا يا أخي، أو يكلمهم مع القفا، لا، استقبلهم وكف رجليك عنهم وتأدب باحترام واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم الخامسة، يذكرك ربك بقول بمالا وقل رب ارحمهما، لا تنسى رب ارحم متى؟ متى؟ كما ربياني صغيرة، يعني تذكر، يعني حتى وإن ما استفدت من البر قولا وفعلا فأنت تذكر يوم صغير، تذكر يوم صغير. فلهذا أحبتي في الله احرصوا على بر الوالدين. ترى والله يا عباد الله أنه عنوان الثبات والصلاح والنجاح في بر الوالدين. تريد رضا الله في بر الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. إياك هذه الليلة ويبيت والدك أو والدتك وهما ساخطان عليك. هذه الليلة افتح صفحة جميلة مع قبلة على جبين لوالدك ووالدك. نعم افتح المجال، بعض الناس يقول أستحي وكذا، لا، افتح المجال، قبل واستاذن وابدأ من الآن وانت في عملك وذهابك وإيابك، لكن لا تنسى بر الوالدين. فهم الحسنات الدار والخيرات البارة، نسأل الله الكريم من فضله.